تعاقدها أو دارجة في إطار تحسين مناخ الأعمال عموما. من بين يعني المستجدات نتاع قانون العقار الاقتصادي هو إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل. ضبطنا الإجراءات تاع معالجة الملفات وقسمناها إلى جملة من الملفات. رح نبدأ على الأقل بالملفات التي لا تشوبها أي عوائق، الملفات اللي كاملة لأنه فيه العديد من المشاريع اللي عرفت إعادة هيكلة، عرفت عدة نزاعات قضائية، حتى يعني القوانين الأساسية تاعها تبدلت، لا كونسيستونس تاعها تبدلت، مما يجعل الدراسة تاعها، لأنه ما يخفاش عليكم بأنه مهمة ثقيلة جدا، أنه راح تمنح أوعية عقارية تصبح ملك لأشخاص وملك لمؤسسات. هذا يتطلب منا حيطة وحذر، ويتطلب منا أيضا تدقيق في إجراءات، ولكن فصلنا فيها ربما آخر بداية هذا الشهر سبتمبر رح نبدأ نسرح أول القرارات اللي من أجل تحويل الامتياز إلى تنازل. يعني هذه حصرية لك.